أعلنت وزارة التجارة عن تجهيز أقضية ونواحي محافظة الأنبار الأمنية والمحررة بحصة شهر نيسان من مادة الطحين بكمية إجمالية تبلغ 2418 طن. وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب طه ياسين إن الشركة متواصلة بإرسال الحصص الغذائية إلى أقضية ونواحي محافظة الأنبار الأمنية والمحررة، مؤكدا أن تجهيز العوائل بالكميات المخصصة لهم من الطحين يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية. اتفقت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة مع شركات عالمية على تنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالأجل. وأكد الوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة جابر عبد خاجي على اهتمام الوزارة بتوفير الخدمات لكل المواطنين وإضافة مشاريع بنى تحتية جديدة تضاف إلى المشاريع العاملة وأخرى توقفت بسبب الأزمة المالية، مشيرا إلى أن الوضع المالي الصعب الذي يمر به العراق أجبر الوزراء على التوقف في إعلان مشاريع جديدة وأثر ذلك على المشاريع المستمرة.